خليه يقعد بالعرض كده. خلاص. ادخل يمين يا عم. يا جماعة حمل العجلة في الريفوز بقى نخاف على بعض. هو الموضوع مش سهل خالص في الدنيا هنا، سهل اقول الكلمتين دول حد يقولهم لي احفظهم، ولكن تحت مش لسانك اللي هينطق، قلبك اللي هينطق. تحت علاقتك بربنا سبحانه وتعالى طول ما انت عايش. كلنا عندنا اولادنا وكلنا عندنا مشاغلنا وعندنا اشغالنا، ونسينا نطلع اولادنا احسن ولاد. مظبوط ولا انا كلامي غلط؟ عايز تدخله احسن مدرسه وتلبسه احسن لبس وتلعبه احسن لعبه تجيب له احسن جزمه، لكن محدش مننا شوية غصب عننا بنفكر في الآخرة، بنفكر في الدنيا. هل فكرت لابنك في الآخرة؟ هل فكرت في نفسك في الآخرة؟ كلنا في امتحان يا جماعة، كلنا في امتحان، ومعانا ورقة الأسئلة ومعانا كمان الإجابة، كتاب الله وسنة رسوله. القرآن ده هو الإجابة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الإجابة. إحنا كل الواحد بس يفكر أنا جاهز أبقى مكان عم حسن؟ اسأل نفسك جواك كده، مش هنضحك على بعض، كل واحد أعلم بنفسه من جواه، أنا جاهز دلوقتي حالا يجي ملك الموت يقول لك يلا هاخد روحك؟ ما بيتصلش على الموبايل، لا، الموت يأتي بغتا فجأة.
رايح مشوار، رايح كده، نازل بتصلي، ايا كان، نايم. فكل واحد مننا يسأل نفسه، انا جاهز انزل تحت دلوقتي؟ وكل واحد اضرب حاله. فالواحد من دلوقتي ينوي. الحمد لله عم حسن مات في ايام مفترجة، ولسه حاضر كمان رمضان، يعني اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. وكلنا الحمد لله حلنا بقى دلوقتي زي رمضان. رمضان كل واحد مننا صام، وما شاء الله اللي عايز يطلع زكاة الفطر او بيعمل صدقة، ولكن شوية خلص رمضان.